قديش باش تتكلف لك العوده المدرسيه؟ ريتك اللي صرفتوا محواس وتصيف وسهريات وعروسات توا باش تاكل عليهم سيرك ندم على خاطر تهز راسك من مصروف الصيف طلقه موجه هد عليك بتاع مصروف المكتب. ايه ايجا نقول لك ايش يستنى فيك. هو صحيح تعليم مجاني هكا يقولوا، ولو انه اغلبيه الناس ولاو يقريو في صغارهم في البريفي، اما اجا نشوفوا التعليم المجاني قداش باش يتكلف لك حسب اسوام عمناول. اجا نبداو بالاساسيات بالنسبه للصغير الواحد، يلزمو لبسه للمكتب حط 450 دينار، زوز تبادل واحده للمكتب واحده للسبور، ومعاهم طابليه وصبق. وما تقولوا ليش الفليب ارخص يا حسن على زمان بو عمبا كي كان الفليب رخيص. نتعداو توا لتكرتاب اللي سومها بين 100 و350 دينار، اما احنا باش نقولوا السوم الوسط 250 دينار، معاها 40 دينار البانيه نتاع الفطور والتروس 20 دينار. نتعادل لتعمير السطوش، لافاتر، القوم، اقلام زينه، ستيلو اخضر، احمر، ازرق، اصفر، هذوما الكل 40 دينار. نزيدوهم ادوات الهندسه والبركار 15 دينار، هذوما الكل 55 دينار. توا تعمير الكرتابه، بالنسبه لكتب تلميذ سنه سادسه ابتدائي يجيو 35 دينار و500، سومهم باهي نتصور، اما على خاطرهم مدعمين. اما الغلبه فات الكراسات، كراسه 24 17150، قولوا يستحقوا معاهم اربع كراسات 72 اللي يسوم الوحدة برك 4500، عربية فرنسية وحساب وتاريخ. نزيدهم كراسة لانجلي 48، سوم متاحة 3000، نقولوا كل وحدة عندها غلاف 750. ونزيدهم كراسة المحفوظات 3200، والموسيقى ب 3100، والإيقاظ لازم كراسة مضخمة بالرسول 6000، وواحدة أخرى كيفة الأختها الجغرافيا 8000. ما صار بيا هذوما الكل يجيو 48 دينار و50 حسب أسوام عمناول، يعني نجم يكونوا زادوا سنة بالنسبة للكراسات المدعمة على خاطر الغير ودعمة ما تتقربش. هيا توا نحسب الكل 30000 جنيه وانا باخد في الشان عنا عمين يا واحد واني. قلنا حوايج 450 دينار كرتابة وسطوش والبانيه 310، 55 دينار الأدوات، نزيدهم 35 دينار و500 كالكتب، و48 دينار الكراسات والغلافات. هذوما الكل يجيو حاجة ما باش نقولكم 898 دينار للتلميذ الواحد. للتلميذ الواحد هذا مازلنا ما حكيناش على سيد الكوتشوك والقارد واللمجة، حنين ربي اللي عنده أكثر من الصغير. أيا خليولي رايكم في لي كومنتير وقولولي قداش تكلفلكم لغونتخي سكولير.